تحظى الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها البحرين للحد من انتشار فيروس كورونا بتقدير دولي، عبرت عنه من قبل منظمة الصحة العالمية، ولاحقا جاء ذلك من قبل منظمة الجمارك العالمية. تأتي إشادة منظمة الجمارك العالمية من خلال أمينها العام بإجراءات البحرين الاستباقية للحد من انتشار فيروس كورونا، لتؤكد أن هناك تقديرا دوليا كبيرا لما تتخذه البحرين من تدابير وقائية في مواجهة هذه الأزمة التي تضرب العالم كله، فضلا عن الإشارة إلى أن البحرين بمعالجتها الفاعلة للأزمة ماضية في الطريق الصحيح إلى أن يتم إسدال الستار على أزمة كورونا والخروج منها سالمين بمشيئة الله. عقدنا اجتماع داخلي في شؤون الجمارك، وفي نفس اليوم اللي اجتمعنا فيه أصدرنا دليل اشتمل على العديد من النقاط، واحدة منهم تجهيزات ضابط الجمارك في الخط الأمامي من لباس وتجهيزات يتطلبها. انتقلنا إلى الإجراءات اللي يحتاج أن يقوم بها في ظل هذه الظروف. كذلك بدينا نفكر في كيفية تقليص عدد الموظفين في النوبات، حيث أن أي حالة ممكن أن تحدث في أحد النوبات قد نتعرض إلى انتشار في تلك النوبة وذاك العدد. هذا من جانب تنظيمي. انتقلنا أيضا لاتباع إجراءات تعقيم المبنى والمواقع العمل اللي احنا فيها. انتقلنا من بعدها في نفس الدليل إلى كيفية الاتصال فيما بيننا، فكان عمل جبار أصدرناه في يوم واحد وأرسلناه للمنظمة. لله الحمد مباشرة جاتنا إشادة من الأمين العام أنها كانت ورقة قوية رجعت لها كثير من الدول. وكانت شؤون الجمارك قد اتخذت جملة إجراءات استباقية، منها توفير معدات التعقيم اللازمة لضابط الجمارك من حيث الكمامات والقفازات وأعمال التطهير للمرافق والمباني، مع أولوية مرور الشاحنات المحملة بمعدات تتعلق بمكافحة فيروس كورونا، كون شؤون الجمارك ضمن الفريق الوطني للتصدي للفيروس. طبعا حرصا على سلامة جميع الموظفين ومستخدمي المنفذ البارد جسم الملك فهد، وبتوجيه من القيادة العليا ومن معالي الوزير ومن رئيس الجمارك، تم ترتيب عدة أمور احترازية، ومن أهمها إنشاء عيادة صحية متوافرة بجميع طاقمها تشتغل تحت رعاية مديرات جسر الملك فهد. كذلك تم عقد ورش عمل ودورات تدريبية لجميع موظفين المنفذ أو سواء الجمارك أو الإدارات الزميلة. وأخيرا تم تطبيق برامج التخليص عن بعد، وإحنا من قبل بعد كنا نشتغل إحنا على نظام التخليص المسبق لإعداد البيانات الجمركية، فالتخليص هي عن بعد يقيك عن الاحتكاك بالمخلصين إلا في الحالات الاستثنائية اللي يستدعي وجود المخلص. كما اعتمدت شؤون الجمارك على آلية عقد الاجتماعات عن بعد واستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة في كثير من الخدمات الجمركية.